هلا حديث البلد مع ماجدة بوداغل خراط. عندي بس ماجدة بوداغر خراط، اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت ناشطه بيئيه معروفه وحائزه على جائزتي يونسكو لوريال فور وومن ان ساينس واوتستاندينج وومن ساينتست، يعني وبتستاهليهم عن جد بجداره، لانه كمان المشروع اللي جاي تحكي عنه مهم جدا. انت ضيفتنا الليله بصفتك مديره قسم العلوم الطبيعيه بكليه العلوم بجامعه القديس يوسف، ولحتى نحكي عن الويب سايت الجديد اللي اطلقتوه lebanon-flora.org، واللي بيشكل مرجع او داتا بيس لكل النباتات بلبنان، وقديش نحن بحاجه انه نعرف عن النباتات بلبنان هالايام. ماجدة بوداغر، صار لكم 5 سنين عم تشتغلوا على هالمشروع، اليوم المتصفح لهالويب سايت شو بيلاقي فيه تحديدا؟ على الويب سايت موجود معلومات عن كل النباتات البريه بلبنان، يعني نحن بنعرف اكثر شيء المعالم التراثيه اللي عندنا، بس قليل ما بنعرف الاشياء اللي بيتميز فيها لبنان، النباتات الموجوده يعني مش موجوده بغير اماكن بالبلدان. دونك كل باج، كل نبته لها صفحه، هيدا اول طريقه في فتش عليها الواحد، في فوت بطريقه الالوان، يعني بيلقى زهره بده يعرف شو هي، بفوت على الكود كولور بنقي هيدي الزهره وبفوت على الصفحه تبعها، بيعرف كل شيء معلومات وين بتعيش، انت بتزهر اتسترا، واذا لقى في يكبس على منطقته ويعرف بهيدي المنطقه كل النباتات اللي بتعيش فيها او المنطقه اللي شايف الزهره فيها. يعني عاملينها بشكل مسهل كثير، انه بيقدر الانسان من زوايا متعدده يفوت عليها، يفوت يعرف الانسان يعني من شكلها، او يعني اشخاص متخصصه او غير متخصصه، هيدا سايت معمول لكل الناس يلي بيهتموا او مفكرين يهتموا بالازهر. يعني بنشاط ناس مثلكم بمقابل كل الاشياء اللي عم بتصير من كسرات ودمار بلبنان، ان شاء الله لبنان يضل اخضر. لبنان الاخضر، لبنان الاخضر، حيان الدنيا، حيان لبنان الاخضر. ماجدة، هالمشروع بلشت فيه الجامعة اليسوعية، واليوم تبناه مجلس البحوث العلمية بهدف انه يتعمم على كل الجامعات ليساهموا فيه، وحتى المواطن العادي ممكن يصور نبتة معينة ويبعثها على السايت مع الجي بي اس كوردينتس تبعولها، وانتم بتتكفلوا بتأمين المعلومات عنا، والهدف استكمال هالمشروع اللي بيضم اليوم 50% من نباتات لبنان، يعني هدفكم انه تتوسعوا اكثر. استاذ صباح، شو رأيك بهالمشروع اللي يعملوه، يعني اليوم إعادة تشجير ووعي بيئي ووعي للأشجار اللي موجودة عندنا وللنباتات؟ هلا هذا بده كلام، هاي ما بده كلام، صح، هذا من الأشياء المهمة والضرورية للطبيعة الآن، صح، حاليا. وخلينا نسمع وديع صافي الراحل شو بيقول. خلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزي حزناحك بريشة أموري، بالمرجحك مع زرقة النسمات. بنشكر المهتمين بالمحميات، بنشكر كل هالاشخاص اللي عم بخلوا في غصن حتى يغط عليه العصفور بلبنان، وانتم زياده عندكم كمان في منافع هالنبتات وهالشتلات، بيقدروا ايا كان يطلع عليها يمكن ويستعملها يعني بالاشياء اللي ما بتاثر منزليا. ماجدة، بدنا نذكر كل المهتمين انه فيهم يزوروا صفحه lebanon-flora.org ويتعرفوا على نباتات لبنان المتعدده، وفيهم بنفس الوقت يساهموا باغناء هالصفحة عبر إرسال صور لنباتات بيعرفوها، حتى يصير هالويب سايت مرجع كامل بفيد المواطن العادي المزارع وكل مختص بهالمجال. في شيء بتحب تضيفيه؟ لا، بحل بشكر كل الأشخاص اللي رح يهتموا واللي أوريدي يهتموا،
وهيدا الشيء بتمنى انه يؤدي لوعي بيئي اكثر لنحافظ على تراثنا الطبيعي. صح. في الشمر انا عم بطلع براسي الشمر مدري ليش. الشمر مكتوب العشق الطبيعي. الطبيعي. وهي وفيها شكل القعده حدك كمان. هيدي ما بتتم. هيدي اوديميك. هيدي اوديميك. اساس الارض. اوديميك يعني باي معنى؟ اوديميك بلا بتقول انه ان شاء الله اوديميك يعني مستوطن يعني موجوده بس عندنا. في نباتات حنشوفها. بس بحديث البلد بس. لا مش هالقد، هذا لكل البلد. لكل البلد بتمنى يصيروا حديث البلد، هن تقريبا شي 100 نبته موجودين بس بلبنان. عم بيحكي عن حاله، عم بيحكي عن صاروا 101 صاروا 101 لازم نحافظ عليهم.